السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد تم افتتاحه مؤخرا في وهران، وهو فندق كما نشاهد فندق جميل جدا من يعني قص كلاس تاع 4 ستارز 4 نجوم، ويقع في شارع الأسود اللي راه قيد التطوير. الشارع هذا او اللي حسب يعني المنشآت اللي راهي منجزة على حواف الشارع هذا، راح يكون واحد من افضل الشوارع العصرية في الجزائر. ان شاء الله تكون التهيئة العمرانية يعني بالماتيريو نوبل، تندار يعني بالمواد جيدة ان شاء الله، تتبع يعني الشوارع من هذا النوع في المدن الكبرى الجزائرية باش تعطي نظرة إيجابية للبلاد هذه. ونترككم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.